ازيكم؟ هحكي لكم على موقف مضحك جدا حصل معايا كده من يومين. كنت في المطبخ وولادي الاثنين بيلعبوا بره، خلاص. وبعدين ابني راكب العجلة بتاعته كده ورايح جاي في البيت. فبعدين لقيت بنتي عندها 6 سنين، ابني عنده سنتين. فلقيت ليال بنتي قاعدة على الأرض ومعاها مناديل ورق، تمام. وبعدين بقى بتنده وبتقول ايه، كار واش كار واش. بنت ليل فتحت مغسلة سيارات في البيت، والزبون بتاعها الوحيد هو يوسف ابني اللي رايح جايب العجلة بتاعته عشان يغسلها. المهم يوسف بحسن نية كده وبصفاء نية راح عندها، وبعدين ايه، هي نظفت له العجلة بتاعته بالكلينكس اللي كان معاها، او التشوي يعني اللي كان معاها. وبعدين هو بعد ما هي خلصت قال لها باي، فقالت له باي ايه؟ فلوس الاول ماني. فلا يعني ابهرتني بصراحة. انا سبت اللي في ايدي يعني اللي كنت بعمله في المطبخ، وبعدين وقفت اتفرج بقى على التمثيلية بقى والموقف اللي احنا فيه ده، والبيزنس اللي ليال فاتحاه بقى في البيت وطريقتها بقى، وهي بتاخد فلوس من الزباين اللي بتزوغ منها وكده. فحبيت ان انا اقول لكم عليها. براءة الاطفال ساعات بتهون علينا كده الايام اللي هي الغريبة العجيبة. فبس هو ده كل اللي انا كنت حابة اقوله لكم النهاردة. باي باي.